الحدوته بتبدا يا عم الحاج في محطه كولورادو كولورادو في محطه كولورادو. المهم يعني المحطه دي للرصد وبيكون يا عم الحاج الساعه 7:30 الصبح كده, وان احنا لازم نحدد الوقت دلوقتي عشان نبقى دقيقين جدا. المهم يا عم الحاج في المحطه دي بيبقوا قاعدين بيراقبوا الطيارات والجو يعني بقى ايه والدنيا ماشيه ازاي, فبيلاقوا ان في طياره معديه كده ليهم دخلت المجال الجوي بتاعهم, فبيطلعوا وراها طيارات كده بتاعتهم وبيتفاجئوا ان الطياره دي فيها عيل صغير الا وهو عمك جيمي نيوترون. فاكر عمك جيمي نيوترون العظيم الواحد كان بيجي من المدرسه يقعد يتفرج على جيمي نيوترون, بعديه مختبر ديكستر, بعديه ساموراي جاك, بعديه فتاة القوة. بص يا المهم بيبقى جيمي نيوترون قاعد في الطياره ومعاه صاحبه كارلو والكلب الالي بتاع جيمي واللي اسمه جودارد. وبعدها عم الحاج بيطلعوا الغلاف الجوي ونشوف ان ابوه وامه قاعدين بيفطروا وبينادوا عليه عشان هو ينزل يفطر معاهم بالمره, وفاكرين يعني ان هو قاعد فوق في اوضته, وبيبقى هو اساسا طالع بالطياره بتاعته في الغلاف الجوي. بيبقوا عايزين ان هم يرموا اله معينه كده تقريبا محمصه مش عارف هو فيها ايه يعني, بس هو بيبقى عامل فيها شويه حبشتكنات كده وبيبقى مش عارف يحذفها في الفضاء بسبب الجاذبيه, فبيفكر شويه كده لحد لما بيربط فيها كنزايه كده, طبعا الكنزايه بشو هتقوم جايه طايره الغلاف الجوي. ما علينا. بعدها عم الحاج بينزلوا الارض وبيرمي عمك جيمي صاحبه عشان يروح المدرسه, لو اتكل على الله انت من هنا. وبعد ما عمك جيمي بيهبط الهبوط الرايق اللي سبب حرايق ده بيكسر سقف بتاع البيت. واضح ان هو كان هبوط رايق ولكنه للاسف للاسف كان مسبب حرايق كتير يعني. المهم ابوه وامه بيخرجوا, امه بتكون متضايقه جدا منه ومش عايزه ان هو يكمل في اللي هو بيعمله ده عشان هو بقى والاختراب بتاعته دي تبقى عامله خطر كبير على عيله يعني. فبيقول لها والله يا ماما بصي انا قربت اتواصل مع حضاره كبيره جدا متقدمه في الفضاء. فامه بتقول له بلا متقدمه بقى, ليها على دماغ امك, ركز يلا في المذاكره بتاعتك وما تتصلش مع ناس غريبه اصلا. بعد كده عم الحاج بنشوف ان هو طلع على قطه عشان يجهز نفسه عشان يتكل على الله ويروح المدرسه بقى بالاختراعات بتاعته بتاع اللي كان بيستشور له شعره وبيساعده ده. حاجه غريبه قوي والله العظيم, انا كان نفسي دايما في البتاع اللي بيستشور الشعر كان نفسي اوقف شعري الوقفه العجيبه, ما تفهمش هو ده شعره ولا دي دماغه اصلا عامله شبه الفستقايه كده في عجيب قوي يعني, مش بيضه دماغه بيضاويه. بيجهز نفسه لما بينزل مش بيلحق الاتوبيس بتاع المدرسه, فبيبقى مخترع لبانه كده ما بياكلها بينفخها بتعمل بالونه كبيره, بيدخل جواها وبيفضل يتنطط ورا الاتوبيس عشان يلحقه. هبل وخلاص. المهم يعمل حاجه, هو بيتنطط كده بيخبط في الشجره, وبعد كده بيلاقي ان الواد كارل متعلق في الشجره دي هو كمان, فبيفكه وبيروحوا للمدرسه. وفي الفصل بيبقى المفروض ان الطلاب بقى يستعرضوا شويه حاجات كده قدام اصحابهم في الفصل لحد ما بيجي دور جيمي اللي هو جيمي نيوتن لو انت مش واخد بالك يعني. المهم بيعمل الاختراق بتاعه اللي هو المفروض ان هو بيقلص الحاجه اللي حواليه, بيقلصها اللي هي بيخليها تصغر كده, شفت انت مين حاجه شبه كده. المهم اساسا الاختراق بتاعه مش بيشتغل اصلا وكله بيقعد يضحك عليه. وبعد لما الحصه بتخلص الجهاز بيضرب الشعاع بتاعه ومحدش واخد باله, فبيجي في المدرسه بتاعته بتصغر يعني البت تبقى شبه انت مان كده وبيطلع عليها دوده من التفاحه وبتكون هتاكلها. بعد كده عم الحاج بيخرج الواد جيمي نيوترون وكارلو وصاحبهم شين وهم ماشيين كده وبيتكلموا كده وبيلاقوا ان في اعلان لمدينه كده اسمها ريترو لاند, وريترو دي يعني عارف انت مصطلح كده انا مش عارف اشرحه لك اساسا. هتقولي ليه مش عارف اشرحه لك؟ اقول لك انا ممكن اشرحه عادي بس انا مكسل. بيفضل عم الحاج يقولوا ان هم لازم يروحوا الملاهي دي بس هم طبعا مش هيعرفوا عشان اهلهم مش هيوافقوا. فواحد صاحبهم كده اسمه نيك بيقول لهم ما تروحوا من وراهم يعني ايه الجديد ما انتوا دايما بتعملوا كده. فبيقول لهم ان اكيد لا طبعا مش هنرضى ان ما ينفعش نروح من ورا اهلنا. بس بعدها عمك جيمي نيوترون بيقعد يفكر كده عارف انت اللي هو ايه وجدتها, بس هو مش بيوجد هو لسه ما وجدهاش دلوقتي. المهم بيقعد يفكر لحد ما بيلاقي الحل الا وهو ان هم يكلموا اهلهم بكل حب ولطف ويترجوهم عشان يوافقوا ان هم يروحوا. وهو على الحل. المهم عمك جيمي نيوترون بيركب النفاثه بتاعته, هي نفاثه فعلا. المهم بيروح على البيت بسرعه, بتبقى امه بتصلح العربيه, وبعد كده بيدخل واد جيمي المختبر بتاعه اللي هو بيخترع فيه يعني, ما هو مختبر هيكون بيعمل فيه ايه اكيد مش هيكرر بتور فيه يعني. المهم بيفضل يتاكد ان كل حاجه شغاله وكله زي الفل تمام التمام يعني, وبيجربها وبعد كده بيعمل عقد من اللؤلؤ وبيعمله كده عشان يديه هديه لامه فاهم انت عشان تسيبه ان هو يروح. بعدها بيطلع لامه بيديها الهديه وبيقول لها يا احلى ام في الكون يعني عارف انت لما تروح لامك كده تقعد تتمحلس لها لو ماما حبيبتي ماما قلبي عيني في الشتي في خادي كلويه عارف انت اللي هو الحاجات دي عشان تقول تاخد منها مصلحه, او ماما انا عايز فلوس انزل اروح مع اصحابي, او النبي ممكن تقول يا ابويا انا اروح مع اصحابي, هو نفس الحوارات دي يعني. المهم يعني هو بيقعد يتمحلس عليها ويقول لها ينفع اروح الملاهي النهارده, فبتقول له لا, فبيزعل جدا وبيفضل يتحايل عليها والنبي ماما والنبي ماما خات امك ماما بس, لكنها مش بترضى يعني في الاخر يعني عارف انت بعد المحلسه دي كلها لا ريال لا يعني لا مش ناس رايح. المهم فبيجي يطلع لها هديه ثانيه كده يمكن تقبل ولا حاجه, وبيتلخبط وبيطلع عليها صاروخ, والصاروخ ده بياخده وبيطير بيه جوه الشقه, وبيفضل يا عيني الواد يخبط في الحيطه هنا وهناك وبياخد امه معاه في السكه يعني فاهم. الواد يا عيني كان بيحاول ان هو يطلع هديه لامه عشان توافق, قام جاي واخدها مشقلبها في الشقه. المهم بعد المرجحه دي كلها بيولع في الستاره كمان, فعمك جيمي بيستخدم الكلب بتاعه كطفايه حريق, الكلب ده متعدد الاستخدامات اصلا. المهم ان هو اساسا بيبهدل البيت على الاخر يعني, فالموضوع بيبوظ اكتر منه, امه مش بتوافق خالص وكمان بتعاقبه, اطلع اوضه كابن الكلب. احنا عندنا العقاب ما كانش بيطلع على الاوضه, احنا عندنا عقاب كان روح هات الحزام وتعالى. روح هات الحزام وتعالى, انت هتاكل حلقه بنت
هتلعن امك النهارده. يلا هنقول ايه بعد كده؟ بنشوف ان المحمصه اللي رماها الواد جيمي في الفضاء دي وفي مركبه فضائيه بتسحبها كده. هي في كائنات فضائيه جوه المركبه؟ ما هي مركبه فضائيه، هيكون جواها ايه؟ اكيد مش عناكب اخطبوطيه يعني، مش عارف هم ايه العناكب الاخطبوطيه دي، بس اكيد مركبه فضائيه جواها اكيد فضائيين. المهم بقى الملك بقى بتاع الفضائيين دول قاعد كده وبيجي له واحد كده، فلما بيضايقه بيقوم جاي رميه بره السفينه. وبعدها بيجي اخو الملك وبيكلمه، ولما بيلاقوا المحمصه دي فبيفضل اخوه يدعبس كده على اي حاجه، فبيلاقي انها طلعت فيديو لجيمي نيوترون وبيتكلم فيه وبيقول اهلا باي كائن فضائي هيكون فتح الفيديو ده هوت، وبيعرف بقى بنفسه ان هو انا جيمي نيوترون والحاجات دي كلها، وبيقول ان هو هيكون مبسوط لو تم التعاون ما بينهم وبين بعضيهم عشان يعملوا اختراعات سوا. وبيوريهم بقى الكلب بتاعه وصوره ابوه وامه، فالملك لما بيشوف الصوره دي بتاعه ابوه وامه بيقول باين عليهم ان طعمهم حلو جدا، ده رايح يختصبهم، قصدي رايح ياكلهم يعني. المهم بعد كده الواد جيمي قاعد في البيت وبيفضل يتكلم وبيقول له يا ابني اسمع كلام امك، يا ابني انا وامك خايفين عليك يا دو، ركز في مذاكرتك يا دو، اسمع الكلام شويه بقى تخنقش، ما يكين امي عن مقت روحت الحزام يا ابني. المهم بعد كده بيسال الواد جيمي نيوترون الكلب بتاعه كده على الحلول اللي ممكن يحل بيها الموضوع ده عشان يخرج ويروح الملاهي. وبعد كام حل كده في الاخر الكلب بتاعه بيقول له اخرج من وراهم وخلصني عشان انا تعبت واتخنقت، ما كنت اسمع كلام الواد وتخرج من وراهم. طبعا هي بتعجبه بقى الفكره دلوقتي، ما هو خلاص ما فيش قدامه حل تاني. وبياخد الريموت اللي بيصغر وبيكبر الحاجه ده، فبيصغر نفسه وبيخرج بالعافيه من ورا ابوه وامه، وبياخد الريموت معاه هو الحمد لله، وبيصغر كام حاجه كده بالغلط وهو مش واخد باله، بس بيرجع يكبرها من تاني. وبيخرج عمك جيمي نيوترون بالريموت اللي معاه. وبعد كده بتبقى صاحبه جيمي اللي اسمها كيندي بتبقى قاعده كده مع صاحبتها وبيتكلموا سوا، وبنشوف ان الواد جيمي واصحابه راحوا الملاهي هم الثلاثه، وفضلوا بقى يلعبوا ويدخلوا على كل البيوت بتاعه الرعب والملاهي والحبشتك دي كلها. بعد كده بنشوف ان ابو جيمي وامه ضميرهم ارنبهم كده، وبيطلعوا عشان يعتذروا للواد جيمي عن ان هم عملوه. شفت انت لو كنت صبرت عليهم شويه كرأي مثلا، لو صبر القاتل على المقتول كان زمانه مات. المهم يعني هم كانوا طالعين عشان يعتذروا له عن اللي هم عملوه ده، ويبقى الكلب نايم مكانه اصلا وبيتكلم بصوته. انت متخيل عندك كلب نايم مكانك وبيتكلم بصوتك؟ احلام. المهم بعد كده بيروحوا هما الاثنين عشان يناموا، وبنشوف ان في الوقت ده في غاز وفضائي كبير على كوكب الارض رايحين ياكلوا ابوهم جيمي. المهم بقى ابو جيمي سمع صوت غريب كده، فبيروح عشان يشوف فيه ايه، فبيتسحب في السفينه الفضائيه هو ومراته، بيتسحب كام واحد تانيين من المدينه كده ايه يمزمزوا بيهم. بعد كده عم الحاج بيفضل عمك جيمي واصحابه بعد الملاهي اللي هم راحوها دي فرحانين بقى وبيتمشوا، وبيفضل بقى ايه يلوكلوكوا مع بعضيهم كده. وبعد كده بيروح الواد جيمي البيت وبينام، وبيصحى تاني يوم بيلاقي ان ابوه وامه مش موجودين في البيت، ومتعلق على الثلاجه كده ورقه مكتوب عليها ان احنا رايحين لفلوريدا. مش معنى فلوريدا الله اعلم. المهم لما بيطلع بره البيت بيلاقي ان حرفيا اولاد الحي كلهم، الناس اللي يعني عايشين في نيبرهود كده، اولاد النيبرهود كلهم اهلهم مش موجودين وكلهم سايبين نفس الورقه. فالكل بقى بيفرح اللي هو عظمه على عظمه، ست اهالينا راحوا فلوريدا واحنا هنهيص الدنيا بقى. فالكل طبعا بيفرح بقى وبيفضلوا يعملوا الحاجات اللي ما كانوش عارفين يعملوها بسبب اهلهم، ويعين ابوهم وامهم اساسا مش موجودين، فطبعا بيخربوا الدنيا اللي هو امي مسافره وهعمل حفله بس ريت ما تجيش على غفله. المهم تاني يوم بيفوق الواد جيمي في الشارع هو واصحابه، بيشوف الاخبار اللي كانوا السنه اطفال هم اللي بيزعوها يعني، ان في مشكله في المدينه بسبب ان مفيش ولا اباء ولا امهات. فبيروح عمك جيمي البيت وبيشوف في الفيديو ان ابوه وامه اعتذروا له امبارح، وامه قالت له في الاخر ان هم هيشوفوا بكره. فبيقفش بقى في كلمه هنشوفك بكره دي، فبيقارن الخط بتاع الرساله اللي مكتوبه له دي بالخط بتاع الرسائل بتاع ابوه وامه، وبيلاقي ان هي مزوره. طب وتقولي هو ليه قفش في الكلمه دي؟ ما هو طالما قالوا له هيشوفوا بكره فمعنى كده هم ما سافروش يعني، ما احنا لو كنا هنسافر اقول لك احنا هنسافر، انما احنا هنشوفك بكره فاحنا قاعدين في وش امك يعني. المهم يعني فبيفهم ان الكائنات الفضائيه اللي هو تواصل معاهم ابن الهاله دي عملت كده وخطفت كل الاباء والامهات. بعد كده بيشرح لكل اصحابه الحوار ده، فبيكلمهم وبيقرروا ان هم يروحوا الفضاء عشان ينقذوا ابهاتهم وامهاتهم وعائلتهم. بعد كده عم الحاج بدأ ان هم ياخدوا الالعاب اللي في الملاهي ويعملوها صواريخ كده ويطلعوا بيها الفضاء. وبعد لما بيخلصوا بيطلعوا الفضاء يبقوا مبهرين جدا، ايه الحلاوه دي، لحد لما بيدخلوا في ثقب اسود تقريبا هم بيخرجوا منه. وبعد كده بيروحوا على شويه كواكب، ويبقى الواد نيك عمال يحكي لهم حكايات تخوف كده، وبيناموا شويه عشان تاني يوم يكملوا تدوير على اهلهم. وتاني يوم عم الحاج بيدوروا لحد لما بيقدروا ان هم يحددوا مكان الكوكب اللي عليه ابهاتهم وامهاتهم. كمان بعد كده بيدخلوا على الكوكب وبيلاقوا ان هو متطور جدا يعني، وبيلاقوا برضو ان اهلهم موجودين في مكان ما كده ومحطوط على دماغتهم اجهزه تحكم يعني بيتحكموا في عقولهم. وبيتكلم الواد جيمي ابوه وبيقول له ان هو يفك الجهاز ده، فابوه لما بيحاول ان هو يفكه بيتم التحكم فيه اكتر وبيعمل الجهاز انذار كده اللي هو في اختراق حصل. بعد كده عم الحاج بيجي الفضائيين وبياخدوا الاطفال، وهناك بقى بيقابلوا الملك الفضائي ده وبيكلمهم ويقول لهم ان هم هيستخدموا ابهاتهم وامهاتهم ان هم ياخدوا القوه بتاعتهم وبعد كده ياكلوهم عادي، وبيقولوا ان السبب والفضل يروحوا الواد جيمي يعني والحمد لله. ويفضلوا بقى ان هم ايه يعرضوا الفيديو اللي كان الواد جيمي بعته مع المحمصه بتاعته ده، فبيبان كده ان هو خاين. يا ابن الواد ده السبب في كل ده. فبعد ده عم الحاج بيحبسوا الاطفال صحابه وبياخدوا الواد جيمي، وبيبقوا اصحابه بيتكلموا كده في اللي حصل
حصل ده. وفي واحد منهم بيقول ان عاد جدعان اكيد جيمي ما كانش يقصد خالص ان هو يعمل كده، هو اصلا عبيط وهبل، هو عبقري ابو الصعبيط، عارف انت اللي هو الذكاء عنده عدى ليفل وصل للغباء اصلا، هو مش متخيل نتائج المترتبه على افعاله. بعدها عم الحاج بيتحبس الواد جيمي لوحده، بيبقى منهار وبيعيط. فالبت ساندي بتروح له كده وتقول له ما تعملش في نفسك كده يا جيمي، احنا مسامحينك، محتاجين ذكائك يا عشان نخرج من هنا. المهم بعد كده بيفضل يفكر معاهم كده كلهم عشان يلاقوا حل. وبعد كده عم الحاج بيقدر ان هو يتواصل مع الكلب بتاعه اللي فضائيين كانوا واخدينه اصلا، وهو بيعملوا حوار كده كان هو هيفجر نفسه. فبيدخل عليهم الحوار وبيروح الكلب للزنزانه وبيخرجهم كلهم منها، وبيروحوا المكان كده يبقى فيه استعراض عاملينه البشر. بيبقى في الوقت ده عم الحاج فيه بيضه هيخرج منها كائن كبير. وبعد لما بيروحوا الاطفال وبيفضلوا يضربوا في الفضائيين، عمك نيك بيخاف صراحه يعني وبيطلع يجري. وبعد كده الواد جيمي بيقعد يفكر عشان يخرجوا من هنا هنعمل ايه هنعمل ايه، فبيعرف بقى هو هيعمل ايه، وبيقول لشويه من اللي معاه ان هم يضربوا شويه من الفضائيين على ما يروحوا هو للمكان اللي بيتحكموا فيه على البشر ده. لحد يا عم الحاج لما بيقدر فعلا ان هو يفصل الجهاز ولان السفينه بيروحوا مع بعضيهم ويخرجوا من الكوكب، وبيطلع وراهم شويه من الفضائيين كده وبيخلص منهم الواد جيمي بايه بالعبقريه بتاعته، لحد لما الملك هو بس اللي بيفضل وراهم. فبيقرر الواد جيمي ان هو يخرج وراه ويواجهه هو بقى، فاهم انت اللي هو تعالى يد رجل فضائي او عيل فضائي. المهم يعني ان هو في الاخر بيموته يعني وبيرجع للسفينه من تاني، وكل بقى بيبقى مبسوط وعيله قاعده في تبات ونبات وامان وسلام والحاجات دي كلها. وبيروح الواد جيمي لابوه وامه بيعتذر لهم بعدها، وبيبقى على الارض خلاص بقى فاهم الدنيا زي الفل. وبيبقى جيمي وكارل قاعدين في البيت عند جيمي يطروا مبسوطين كده ويفطروا بقى والدنيا لذيذه والدنيا زي الفل. والمغزى عم الحاج اللي انت المفروض تاخده من الفيلم ده الا وهو ان انت تعمل حاجه من ورا اهلك يا سلام، حاجه كده بقى يعني في عيال صغار بتتفرج علينا حابين ادلهم على الحقيقه يعني. والمغزى يا صديقي اللي انت المفروض تاخده من الفيلم ده الا وهو ان عيال الاجانب دول عيال متدلعه قوي، اخرهم بيتحبسوا في الاوضه، دول محبوس في اوضه 24 ساعه. المهم يا صديقي بس كده، توتا توتا خلصت الحدوته. وما تنساش سبسكرايب لايك كومنت شير انستغرام، مش عارف نفولو كريم اسامه عشان هو لما ادل بيه ده، وادعم فوق لاحمد سامع عشان هو كاتب سكيب ده، وتخش على جروب الميمز ميم امي على الفيسبوك، تعمل سبسكرايب قناه حدوته جيمنج وحدوته بعد النوم عشان طبعا هنا فين قبل النوم هناك فين بعد النوم والحاجات دي كلها، وتعمل سبسكرايب قناه حدوته جامده. وبس كده يا جدع، خد لك بوسه كده حلوه، سلام عليكم.